السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد الذي سأستعرض فيه خبرا عاجلا يقول إغلاق السفارة الأمريكية في أول دولة خليجية. وإلى التفاصيل، أغلقت السفارة الأمريكية في سلطنة عمان اليوم الأربعاء أبوابها بالتزامن مع احتجاجات منددة بجرائمها في الأراضي المحتلة الفلسطينية. وأبلغت السفارة جميع الرعايا الأمريكيين مطالبية التأشيرة بتجنب المنطقة التي تقع فيها السفارة في إشارة إلى قرار تعليق العمل فيها. وتزامنت الخطوة الأمريكية مع تظاهرات غاضبة أمام بوابة السفارة تنديدا بالمجازر الأمريكية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. وتجمع المئات من العمانيين أمام بوابة السفارة رافعين أعلام فلسطين وصور لأطفال غزة وضحايا الغارات الإسرائيلية على القضاء، والتي كان آخرها الغارة التي استهدفت مستشفى المعمداني الأهلي وخلفت 500 شهيد. وكانت السلطنة قد أعلنت موقفا رافضا للعدوان الإسرائيلي على غزة، حيث احتضنت في وقت سابق اجتماعا ضارئا لمجلس التعاون الخليجي على مستوى وزراء الخارجية، وخرج ببيان يطالب بوقف فوري للمجازر الإسرائيلية بالأراضي المحتلة. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. وهذه خالص تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.